أولا كنبارك العواشر للجميع، إن شاء الله يدوز هذا الشهر بخير وبركة على الجميع وبنتائج طيبة للفريق الحسني الجديد. بالنسبة للمباراة كما شاف الجميع فهي مباراة ما كانت سهلة بالنسبة للفريقين بجوج، لأن بجوج كيتسارعوا باش يمكن له يحسن المراتب ديالهم أو يقلبوا على البوديوم. مع كامل الأسف درنا كل شيء ولكن لقينا خصم توا ماشي سهل، وزيادة على ذلك ملي كتعطي أنكادو بداك الشكل في كرة ثابتة بداك الشكل وكتولي ضد لا مارك، فمن الصعب أمام فريق اللي متمرس عنده تجربة كبيرة فصعيب لك باش ترجع. رغم ذلك رجعنا وبقليل من الحظ أو شوية من التركيز كنا ندول يمكن نربحوا المباراة. على العموم كيف دازت المباراة فهو تعادل مستحق بالنسبة للطرفين. أولا راه ماشي غادي تلعب خمسة ديال المهاجمين غادي تربح، يمكن لك تلعب غير مهاجم واحد وعندك أمي لو تيران اللي هو كرياتيف وكيعرف يشد البالون كيعرف يعطي تمرات في العمق وبين الليلين، يمكن لك تخلق فرص ثانية حيت الجيل يمكن لك تتعامل مع وضع أخرى. لكن مع كامل الأسف إلا حيتي مفتول اللي هو صانع الألعاب كيمكن له يخدم كله عنده هاد ليماجيناسيون، اللاعب الآخرين ما عندهمش هاد لاكاليتي هادي حتى في البونتوش ما كاينش. وحنا كنا عندنا في اليوم على خراس في الجيف كاميلو في الوسط على لاغوش ملي خرج مفتول عاد زينا. ورغم ذلك ما نساوش بان راه حنا ما لاعبينش بوحدنا، راه لاعبين مع فريق اللي عنده تجربه افريقيه وفريق اللي كيعرف يجي المباراه من هذا الحجم من هذا الضغط. لهذا بالنسبه لي انا فدرنا داك الشيء اللي كيخصو يدار، ولكن دير واحد المثال فوق طاقتي كي لا تقولهاش. وبالنسبه للقراءه التقنيه المقابله كانت صراحه قبل ما نجيو للنت الجديده كنا اول حاجه كنا كنقلبوا عليها هو انه ما نكونكيسيوش وما نرجعوا باقل الخسائر. ما نكذبوش نظرا للمستوى اللي ضربنا به في المقابلتين الاخيرتين، يعني فقدنا كما كنقولوا بعض ديك اللمسه اللي كتميز بها فريق حسني تكادي، ولهذا حاولنا انه نسترجعوا على الاقل ديك لا موتيفاسيون او نيفو مونتال اللي يمكن لنا تخلينا نرجعوا لنتيجه ايجابيه اللي يمكن لنا تقدر نقطه ولا ثلاث نقاط.